فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم لبس الساعة المضببة بالذهب للرجال والفضة للنساء والعكس؟ النساء يجوز لها تلبس الذهب والفضة لأن هذا من الحلي المباح لهن، أما الرجل فيلبس من الفضة الخاتم، يلبس من الفضة الخاتم ولا يلبس شيئا من الذهب لا مضبب ولا غيره، إلا الأشياء التي رخص فيها من الذهب كربط الأسنان، ربط الأسنان بالذهب، أو اتخاذ الأنف من الذهب إذا قطع أنفه فيتخذ أنفا من الذهب، أو يربط أسنانه من الذهب، هذا لا بأس به لأن الذهب لا يصدى خلاف غيره، فإنه يصدى وينتن، فما دعت إليه الحاجة لا بأس به. وأما ما كان من باب التجمل والتزين للرجال فهذا حرام ولا يجوز. نعم.